احتفلت الكنائس الرسولية في محافظة الكرك بأحد الشعانين، حيث أقامت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في الإسماكية قداساً إلهياً ترأسه الأب أيهم زيادين بحضور جموع أبناء الرعية. وفي ذات البلدة ترأس الأب فيتو فاكا قداس أحد الشعانين في كنيسة القديس ميخائيل اللاتين بحضور أبناء الرعية والمؤمنين. بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد. كما أقام أبناء الرعيتين دورة شعانين مشتركة ابتدأت من كنيسة اللاتين وانتهت بكنيسة الروم الكاثوليك. واحتفل أبناء الرعية في كنيسة سيدة الوردية للاتين بقداس أحد الشعانين الذي ترأسه الأب فرح حجازين بحضور جموع المؤمنين وعدد من الأخوات الراهبات. أحد الشعانين هو ذكرى لدخول السيد المسيح إلى مدينة القدس. دخل يسوع المسيح متواضع راكبا على جحش بن أتان لكي يعلمنا بأن التواضع هو الطريق الذي يؤدي إلى السلام، هو الطريق الذي يؤدي إلى المحبة. صلاتنا أيضا بدون ما ننسى من أجل بلدنا لكي يبقى واحة أمن، من أجل سيدنا جلالة الملك وجميع المسؤولين الذين يهتمون ويسهرون ليل نهار على أمن هذا البلد، ربنا يحميهم ويحفظهم. وفي الجمعة العظيمة احتفلت الكنائس الرسولية في المحافظة بهذا اليوم المقدس، حيث ترأس الأب عادل مدانات الصلاة بحضور أبناء الرعية الذين التأموا في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة أدر. وفي كنيسة القديس ميخائيل للاتين في بلدة إسماكية ترأس الأب فيتو فاكا صلاة الجمعة العظيمة بحضور جموع أبناء الرعية. من أنه خطايانا إلى قوة أنه تهلكنا، خطايانا تقودنا إلى جهنم، وجهنم هي الغياب عن الله، البعد عن الله. وفي ذات البلدة أحيا أبناء الرعيتين في كنيستي اللاتين والروم الكاثوليك رتبة درب الصليب التي ترأسها الأبوان فيتو فاكا وأيهم زيادين ومشاركة جموع المؤمنين. لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. والآخر عن الشمال، فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.